هذا عم بيشتغل شيء جديد كله تقليد بتقليد، بخلط الزيت مع الماء المقطر مع الكحول تطلع مع عيني تقطر. مو هي المهنة، المهنة بدنا نحن ننافس الشركات العالمية. كيف؟ فجهاز التقطير هذا اللي طورناه هو سمح لي انه فوت على النوتات العطرية لكل عطر. هذا الجهاز صنعنا بأيدي سورية، هو صناعة محلية، فالفكرة كانت انه في هدر للزيت ونحن حاولنا ناخدها بأكثر كمية. نحن كان ما يطلع معنا كميات كبيرة من الزيت، الزيت استخلاصه صعب، يعني طبعا انت بدك 10,000 زهرة من الورد الجوري لتطالع جرام، فنحن بنحاول نحسب الكمية الأكثر اللي بيطلع فيها الزيت.